شنو نحضروا اليوم؟ اليوم نحضروا الشيخ اللحم، وهو لحم مفروم تنضيف ليه غرام مصالة وفلفل حار ويطهى على الفحم. نحضروا وصفة اليوم بأسلوب مدينة بنغلور، ويمكن لك تلقى هذا اللحم يباع كثير في الشوارع، وخصوصا يباع كثير في وقت رمضان. يلا نبدأ. وضعوا اللحم المفروم في إناء كبير، ضيفوا القزبرة المقطعة، عجين الثوم والزنجبيل، فلفل أحمر حار، الملح، غرام مسالة، شوية طحين، وبيضة وحدة. خلطوا كل المقادير. غطيو الإناء وخليو اللحم في الثلاجة ساعة على الأقل. اشعلوا النار في الفحم. شكلوا اللحم على القضبان. وشويوه على الفحم من كل الجهات. وضعوا قبضة قزبرة في الزبدة دائبة، واستعملوا القزبرة لرش الزبدة على اللحم. قدموا اللحم سخون على الفور وضيفوا شوية الحامض. بالصحة والراحة. إذن انتم استعملتوا غرام مصالة في هذه الوصفة. للناس ما عندهمش غرام مصالة، شنو يمكن لهم يستعملوا؟ يمكن لهم يستعملوا أي خليط من التوابل، مثلا القرفة، الهيل، القرنفل، الكمون، جوز الطيب. هادشي باين زوين. غرام مصالة تختلف من منزل إلى منزل. خذ 5 أو 6 توابل، طحنهم، ويمكن لك تحضر غرام مصالة الخاصة بك. تتعرفوا أن في المغرب عندنا مصالة سميتها راس الحانوت. راس الحانوت؟ نعم، في المغرب راس الحانوت هي مصالة أو خليط التوابل فيه 15 توابل أو أكثر، وكل متجر تيكون عنده وصفة راس الحانوت الخاصة به. وأنا خاصة تيعجبني نحضر الكفتة براس الحانوت. ها شتي، راس الحانوت نفس الشيء، كل شيء نفس الشيء. شكرا.